برنس. ازيكم يا جماعه؟ النهارده في حلقه جديده هنا على هوم سينما. النهارده رجعنا نعمل تاني فيديوهات على رمضان في البيت هنا على هوم سينما. النهارده دي هتكون اول حلقه بتاعت مراجعات بتاعت مسلسلات رمضان السنه دي، اللي احنا اتفقنا ان احنا هنتفرج على 13 مسلسل، وكل كل 10 حلقات هنعمله الريفيو بتاعهم. يعني زي ما قلنا اتفقنا قبل كده ان من الحلقه الاولى للحلقه رقم 10 هيبقى في ريفيو لكل حلقه لكل مسلسل، ومن الحلقه رقم 11 للحلقه رقم 20 هيبقى في حلقه ثانيه، وبعد كده من الحلقه رقم 21 لحد الحلقه الاخيره هيكون في اخر حلقه. طبعا قبل ما اخش في الريفيو او الريفيو بتاعنا النهارده، انا كنت قايل ان انا كنت هتفرج على حلقة من حلقات عمر ودياب، على اساس ان انا كنت ممكن اتفرج على اول حلقة وممكن اشوف لو المسلسل كويس هخش اتابعه واكمله. بس للأسف ده طبعا ما حصلش، لان الوقت ضيق جدا 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 مع فرجة ال 13 مسلسل، وكان فيه برضو فيلم اكستراكشن كنت عايز اتفرج عليه وما اتفرجتش عليه، فقصة طويلة عريضة كده مش عارفين لسه هتبقى الدنيا ماشية ازاي. يعني خلينا في اول ريفيو النهارده لاول مسلسل، وهو مسلسل البرنس. هنكفر اب النقط المهمه بتاعه المسلسلات السنه دي في رمضان. نبدا احداث المسلسل ان احنا بنتعرف على كل شخصيه في المسلسل. رضوان اللي بيجسده محمد رمضان، رضوان صاحب ورشه عربيات صغيره بتاعته هو وابوه. رضوان وابوه بيبداوا يخشوا في مشاكل مع الاخوات خصوص الورث، بحيث ان هو ابوه لما يموت عايزين يبيعوا الورشه وعايزين يبيعوا العماره اللي هم ساكنين فيها، اللي تمنهم ممكن يوصل ل 10 مليون جنيه. بنتعرف على علا، دي كانت حبيبه رضوان وهو صغير، كانوا متربيين مع بعض، بس رضوان كان بيحبها وهو صغير، بس مع الاسف علا اتجوزت واحد غصب عنها وبعد كده طلقها ورجعت الحاره تاني بسبب اخوها اللي هو كان سرق الذهب بتاع جوزها، عشان جوزها كان عنده محل ذهب واخوها اتسجن. اخوها ده اللي اسمه حماده اتسجن 3 سنين بسبب موضوع السرقه. بعد كده ابو رضوان بيتوفى، ودلوقتي هتبدا تحصل المشاكل اللي احنا اتكلمنا عليها بسبب موضوع الورث بتاع البيت وبتاع الورشه اللي تمنهم ممكن يوصل ل 10 مليون جنيه. بعد معاناه رضوان مع اخواته، اعترف رضوان لكل افراد العيله اخواته وامهاتهم ان ابوه قبل ما يموت كتب له في اعلان الوراثه ليه كل هو كل حاجه، البيت والورشه وكل حاجه. فطبعا هنا بتبدا تحصل المشاكل بتاعت الاخوات. فتحي اللي هو يعتبر اكبر اخ لرضوان اللي بيقوم بالدور بتاعه احمد زاهر، اللي انا شايف بالنسبه لي السنه دي واحد من احلى الادوار في دور مساعد حصلت في رمضان لحد دلوقتي بالنسبه لي. انا شايف ان فتحي تجسيد احمد زاهر للشخصيه دي بجد كانت حلوه جدا. كان عامل برضو احمد زاهر نفس الشخصيه دي تعتبر شويه في مسلسل حكايه حياه، كان مع غاده عبد الرازق، وانا كان عاجبني جدا بجد الشخصيه اللي كان قدمها هناك. وكان برضو كان في روجينا، برضو احمد زاهر وروجينا الاثنين مع بعض، اللي انا شايف من وجهه نظري ده احسن ثنائي في المسلسل ده. قرر فتحي هو واخواته ان هم عايزين يخلصوا من رضوان ومراته وعياله علشان ياخدوا الورث كله ليهم هم. كله قعد مع بعضه وقرر ان هو عايزين يخلصوا من رضوان وعيلته. لبنى مرات رضوان في المسلسل من الشخصيات اللي دايما بتغير على جوزها، بس المشكله ان رضوان اتجوزها غصب عنها عشان خاطر ابوه يعني، وهو اصلا ما بيحبهاش، هو كان بيحب علا وهو صغير. بالفعل الخطه بتاعت فتحي واخواته بتتم على اكمل وجه. رضوان وعياله ومراته بيعملوا حادثه على طريق الصحراوي. رضوان زي ما يكون كده دخل كوما قعد فيها كام يوم وبعد كده صحي تاني. هو عنده احساس فعلا ان ممكن يكون اللي عمل كل ده هم اخواته، بس المشكله ان اخواته والناس اتهموا ان اللي عمل كده يبقى طليق علا، بس اخواته قالوا يرموا الهلب على طليق علا زي ما كان الناس فاكره ان هو اللي كان عملها، بس هو فعلا اتحجز في النيابه وبعد كده طلع منها لان هو ملهوش علاقه بالموضوع خالص. عادل يعتبر العيل الصغير اخو رضوان اللي بيقوم بالدور احمد داش، وعندنا اخوات برضو تانية بس دول يعتبر اهمهم. برضو ادوارد عمل دور عظيم في المسلسل ده، انا شايف من وجهة نظري انا عجبني الدور بتاع ادوارد السنة دي في المسلسل ده. احمد داش الدور اللي عمله اللي هو بتاع عادل برضو انا شايف من يعني السنة دي واحد من احلى الادوار في ممثل في دور مساعد، اعترف له بكل حاجة ان في الاخر ان الاخوات هم اللي عملوا كل حاجة. وبتنتهي اول 10 حلقات او يعتبر العشر حلقات الاولى من المسلسل او الحاجات الاحداث المهمة بتاعت المسلسل هي كانت دي.
انا ما عنديش مانع المسلسل لحد دلوقتي. انا كان يعني انا المسلسل بالنسبه لي كان لحد دلوقتي كان خيبه امل، حتى في الاول خالص قلت نفس الفكره ومش عارف ايه والكلام ده كله، بس انا ظلمت المسلسل شويه. انا شايف ان المسلسل ده والله يعتبر حلو مش وحش، بس هو برضو فكره يعني مش قادر يعني اتخيل محمد رمضان في حاجه تانية غير كده، ان هو فكره ان هو دايما المظلوم ودايما بياخد حقه من اخواته او بياخد دايما حقه من عيلته او وات ايفر، ودايما بيخش السجن ومش عارف ايه والكلام ده كله. وشفنا الكلام ده كله في احداث رمضان السنين اللي فاتت، وابوه بيموت ومش عارف ايه والكلام ده كله. ف الفكرة ذات نفسها موجودة، بس المسلسل مش وحش. أنا صراحة أكون صريح، المسلسل مش وحش، ودايما بيخلص دايما في آخر يعني. يعني ميزة المسلسل ده، يعني ميزة المسلسل ده غير المسلسلات التانية شوية، إن دايما في آخر الحلقة بيخليك كده بيرمي لك كليف هانجر كده، بيخليك يعني تقول لا أنا عايز أتفرج على الحلقة بتاعت بكرة. فده برضو ميزة من ميزات المسلسل بتاع السنة دي بتاع مسلسل البرنس، رغم ان انا بكره الحوار ده في المسلسلات الاجنبي على فكرة، يعني عشان بنضطر ان احنا نستنوا سنة عشان يعملوا جزء جديد تاني يعني. بس هو المسلسل بتاع رمضان بيبقى مرة واحدة في السنة، ونادرا اول ما بيعملوا له اجزاء تانية يعني. فده الى حد ما شيء حلو يعني، ان هو بيخليك تستنى الحلقة بتاعت بكرة، على عكس مسلسلات رمضان التانية اللي انا صراحة ابتديت امل منها جدا جدا جدا، وعندي استعداد يعني فعلا بجد في كذا مسلسل مش عايز اكمله. بس مع الاسف انا من نوعيه الناس اللي ما بحبش ان يعني ما بحبش ان انا اتفرج على حاجه او ابدا في حاجه وما كملهاش لاي حاجه، زي ما كنت قايل قبل كده، زي فيلم او مسلسل او لعبه او اي حاجه، اتفرج على حاجه وما كملهاش لحد الاخر، ده انا بتخانق منها، فمضطر للاسف ان انا اكملها لحد الاخر. بس دي كانت الحلقه بتاعت النهارده بتاعت الريكاب بتاع مسلسل البرنس من الحلقه الاولى للحلقه رقم 10. بس ما عنديش اي حاجه تانية اقولها عن المسلسل. اتمنى الحلقه تكون عجبتكم ان شاء الله. اشوفكم في فيديو تاني قريب. ما تنسوش تعملوا لي سبسكرايب ولايك وشير لو الحلقه عجبتكم. ما تنسوش تعملوا لي فولو على فيسبوك وتويتر وانستجرام. اشوفكم الحلقه الجايه. باي باي. البرنس.